بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله أبنائي طلاب وطالبات الصف الثالث ابتدائي تعليم مستمر في درس جديد في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم راح يكون الوثب الثلاثي والمواد القانونية الحديثة التي تحكم المسابقة ذكر دائما فوائد ممارسة النشاط الرياضي يحسن لياقتك القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك ويحافظ على وزنك الصحي المناسب ويقيك باذن الله من امراض عده كالسمنه والسكري وايضا امراض القلب كفانا الله واياكم شرها خليك قادر على ممارسه جميع انشطتك خصوصا الرياضيه من تكلمنا عن اهميه ممارسه النشاط الرياضي اول تمرين معنا هذا اليوم الجري الخفيف في المكان على القدمين قف واقفين في مساحه امنه لابسين الزي الرياضي الجري الخفيف في المكان تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة، ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني تمرين السكوات تكون قدمين مفتوحة بتسع الكتفين أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الثالث للعضلة الخلفية للفخذ من خلال مد أحد القدمين نبدأ بالقدم اليمين ما نثني الركبة تكون ممدودة والثبات على هذا الوضع لمدة عشر ثواني تمرين جماعة إيه ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر ننتقل يا أبطال للتمرين الأخير للعضلة الأمامية للفخذ نسحب القدم اليمين باليد اليمين والقدم اليسار باليد اليسار حتى نشعر بالعضلة الأمامية للفخذ اليد الحرة تتك على جدار أو على جسم ثابت حتى لا تفقد التوازن وتسقط نبدأ بالقدم اليمين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربعة، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. القدم الأخرى يا أبطال، واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر. أحسنتم يا أبطال، يعطيكم العافية. تذكر دائمًا أن ممارسة الرياضة تنعكس إيجابيًا على صحتك. حافظ على ممارسة الرياضة بانتظام، أيضا اتباع السلوكيات الصحيحة في الحياة، علشان نمارس الرياضة لازم نمد أجسامنا بالطاقة من خلال النوم المبكر والكافي ليلا وتجنب السهر، وأيضا تناول الوجبات الصحية في أوقاتها الصحيحة وتجنب الأغذية الضارة أيضا بالجسم، والأهم من ذلك شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم ولا نستبدل الماء بالمشروبات الضارة مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ونحاول نشرب الماء طوال اليوم حتى لو لم نشعر بالعطش. خصوصا اثناء وبعد ممارسه النشاط الرياضي حتى نعوض السوائل اللي يفقدها الجسم من خلال عمليه التعرق اثناء ممارسه الانشطه الرياضيه. كذا نكون ادينا بعض السلوكيات الصحيحه في الحياه ونستمر عليها، نمارس رياضه ونعيش حياه صحيه سعيده دائما يا ابطال. خلونا نشوف درسنا لهذا اليوم الوثب الثلاثي يصنف ضمن احد العاب الوثب في العاب القوه. في مراحل سابقه اخذت الوثب الطويل والان راح تاخذ الوثب الثلاثي. كلمة وثب راح تتردد عليك راح تتردد عليك كلمة وثب ابطال بشكل كثير، اخذتها سابقا في الوثب الطويل، بعد ذلك اخذتها في الوثب العالي وهو القفز لاعلى وتجاوز العارضة، والان تاخذ الوثب الثلاثي. يشابه تقريبا الوثب الطويل من خلال مراحله، من خلال الجري، بعد ذلك القفز، واكيد في حفرة رملية حتى تصل إلى أبعد مسافة، أكيد الفرق بينهم أن الوثب الطويل يكون من خلال قفزة واحدة في التراب، وهنا لا يوجد ثلاث خطوات تبدأ بحجل ثم وذهب ابطال ثم الانتقال الى المرحله الاخيره وهي القفز في التراب حتى تصل الى ابعد مسافه، فخلونا نشوف الخطوات الفنيه مع بعض ابطال، اداء الوثب الثلاثي يبدا بمسار الاقتراب يجري فيه الطالب باقصى سرعته ويتجه نحو ثلاث مناطق، يقوم بالهبوط في كل واحده من هذه المناطق ولكن باستخدام قدم واحده ومن ثم يقوم بالقفز داخل حفره الوثب المعبى بالرمل وتتكون الوثبه الثلاثيه من اربع مراحل، الاولى مرحله الاقتراب. مثل ما فيه في في الوثب الطويل والوثب ايضا العالي مرحله اقتراب، الهدف منها دائما هو الوصول الى اقصى سرعه، ويمكن التحكم فيها خلال مراحل القفز الثلاثي، وستحدد قوه الرياضه وتقليد مسافه الجري والسرعه المثلى، دائما نذكر انه العاب الوثبي ابطال تكون تعتمد على تعلم مهاره الجري الصحيح، ليه لما اجري بشكل سريع راح اعرف او بشكل صحيح وسريع راح اعرف كيف يكون ادائي في الوثب، فبالبدايه راح ابدا بمجري بعد ذلك في مرحله الاقتراب وهي تكون تقريبا 6 7 خطوات قبل اداء الحجله الاولى ابطال يكون فيها السرعه متزايده فنتعلم الجري الصحيح من خلال أن تكون اليد اليمنى بشكل عكسي مع القدم اليسرى واليد اليسرى مع القدم اليمنى وتكون خطوات متناسقه وبعد ذلك تزيد السرعه في مرحله الاقتراب بعد ذلك يا ابطال مرحله الوثب في هذه المرحله يقوم اللاعب بتمديد ساق الارتقاء عاليا بالكامل يجب ان تكون ساق القياده موازيه الارض عند الارتقاء الاعلى وان تكون القدم مسترخيه ثم سحب قدم ساق الاقلاع الى الارداف تدور ساق القياده من امام الجسم الى خلفه وتبدا ساق الاقلاع في السحب للامام وعندما يصل فخذ ساق الإقلاع إلى التوازي يمتد الجزء السفلي من الساق إلى ما بعد الركبة مع ثني ظهري القدم بمجرد أن يتم تمديد الساق يقوم الرياضي بعد ذلك بدفع ساقه بقوة إلى أسفل مما يجعل الرياضي يستعد لهبوط النشط معناتها يا أبطال تسمى بالحجل أو الحجل يا أبطال مجرد ما أصل إلى منطقة الارتقاء بعد الاقتراب القدم اللي أرتقي عليها هي القدم اللي أخذ فيها الخطوة فيكون الارتقاء بقدم ومن ثم تاخذ الحجله بنفس القدم يا ابطال، وهذا الفرق اكيد لازم نعرف الفرق بين الحجل وبين الوثب ابطال فيكون الارتقاء على قدم ثم الانتقال من نفس القدم على نفس القدم مره اخرى، فلو ارتقيت باليمين تاخذ الحجله الاولى بالقدم اليمين. بعد ذلك يا ابطال مرحله الخطوة او الطيران يتم تمديد ساق الاقلاع بالكامل بحيث يكون فخذ الساق الاخرى موازي للارض، تظل ساق الاقلاع ممتدة خلف الجسم مع رفع كعب القدم، تثبت فخذ الساق الدافع بالتوازي مع الارض وأسفل الساق عموديا تمتد ساق القيادة مع الكاحل المرن مما يخلق رافعة طويلة ويستقر لأسفل الانتقال السريع إلى مرحلة القفز أي أبطال تبدأ من خلال الارتقاء بالقدم اليمين بعد ذلك أخذنا خطوة بالقدم اليمين بعد ذلك أكيد الخطوة الثالثة راح تكون بالقدم اليسار بعد ذلك الاستعداد للخطوة الأخيرة وهي القفز بكلتا القدمين اتجاه التراب وهي مرحلة القفز والهبوط تمدد ساق الإقلاع وفي هذه المرحلة هي ساق القيادة في المراحل السابقة بقوة عند ملامستها للأرض بعد ذلك تحريك الفخذ الحر إلى مستوى الخصر تتحرك الذراعين للأمام والأعلى ويجب أن يكون جذع منتصب والذقن لأعلى والعينان تنظران إلى ما وراء الحفرة تتحرك الأرجل في وضع التعليق أو التعلق أو الطيران مع وضع الفخذين أسفل الجسم مباشرة وثني الساقين عند الركبتين تمدد الذراعين فوق الراس لابطاء الدوران مع وصول اليدين الى اعلى نقطه يبقى الوضع ثابتا حتى يضرب الكعبان الرمال او الرمل عندما تنهار الركبتان ويرتفع الفخذان وينزلق الرياضي عبر الرمل يتخذ اللاعب الوضع الافضل من اجل الحصول على مسافه افقيه واطول مسافه افقيه نشرح الكلام بشكل مبسط يا ابطال هي اربع خطوات بسيطه نأديها بالاقتراب وهو تزايد السرعه استعدادا لمرحله الحجل وقلنا مرحله الحجل نعيدها من جديد أقفز على القدم قدم الارتقاء ومنها يبدأ الحجل على نفس القدم نعيدها مرة ثانية يا أبطال يكون بالشكل هذا الجري وهي مرحلة الاقتراب بعد ذلك قدم الارتقاء على سلم القفص أو على الخط القفز أبطال بعد ذلك الحجل بنفس القدم ثم الخطوه بالقدم الاخرى ثم الانتقال بكلتا القدمين اتجاه الرمل ويكون بوضع التعلق بحيث تكون اليدين عاليا يا ابطال ودفع الجذع للامام ويكون منتصب والنظر للامام لماذا يا ابطال لان السقوط بالحفره يجب ان يكون وجسمك ممتد للامام لماذا لانه في القانون راح تحسب المسافه اقرب مسافه من خط القفز فلو قفزت وصلت لنقطه ما ثم سقطت راح تحسب من مكان سقوطك، حتى ما تخسر منافسه يكون جذعك اثناء القفز بكلتا القدمين يكون معلق في الهواء وممتد للامام حتى تخرج من الحفره من جهه الامام. حاول دائما عدم الخروج من الخلف حتى لا تحسب لك محاوله خاطئه يا بطل. نعيد المحاولات اقتراب ثم مرحله الارتقاء والحجل على نفس القدم، قدم الارتقاء، بعد ذلك خطوه بعد ذلك القفز بكلتا القدمين. نشوف يبدأ هذه المراحل من خلال البدء، نشوف الصورة الأولى والخط أول، الاقتراب، بعد ذلك الحجل والقفز على نفس القدم، بعد ذلك الارتقاء بكلتا القدمين والتعلق في الهواء والهبوط في التراب أبطال. راح نشوف أكيد نموذج لازم، قبل لا نشوف النموذج نتعلم الجانب القانوني، في كل لعبة يوجد قانون وفي الوثب الثلاثي يوجد قانون يجب أن يلتزم به اللاعب حتى لا يقع بالأخطاء. تتكون من ثلاث قفزات ويجب ان يؤدي كل لاعب الثلاث قفزات، ما ينفع تقول والله انا بختصر وبجيبها في قفزتين او راح اجيب قفزه ثم انتقل التراب، المسافه تقريبا تقدر ب 13 متر، فلا تستطيع القفز في الرمل او في التراب الا عند اداء الخطوات، فيجب ان تكون سرعتك عاليه، تحجل بالخطوه الاولى، تاخذ خطوه بالقدم الثانيه، تقفز بكلتا القدمين بالخطوه الثالثه، فلا يجوز اداء المهاره الا بثلاث خطوات اللي ذكرناها. بعد ذلك لا يجب على اللاعب ملامسة الخط الأحمر عند القفز من فوقه، الخط الموجود آخر مسار الجري، واحنا نقصد هنا يا أبطال لازم نعرف إنه في خطين مسافة هنا للوسب الثلاثي، للوثب الثلاثي يا أبطال، الوثب الثلاثي، لكن أكيد لما نشوف الخط اللي هنا هو للوثب إيش؟ الطويل يا أبطال، الوثب الطويل. المسافة هنا يا ابطال لو لمست الخط الاحمر راح يكون عندك مربع راح يكون مقسوم اكيد ما بين خط ابيض وخط احمر مجرد دعسك على الخط الاحمر او المنطقة الحمراء هنا يا ابطال اكيد راح تحسب محاولة خاطئة لك يا بطل فاكيد حتى ما تقع في الخط وتخسر المحاولة يجب عليك القفز قبل الخط الاحمر والذهاب إلى حفرة الرمل والخروج من الامام يا ابطال نشوف هنا خطوة الحجلة بعد ذلك الخطوة باليسار بعد ذلك القفز بكلتا القدمين نشوف الحجلة على نفس قدم الارتقاء بعد ذلك الخطوة بعد ذلك الهبوط بكلتا القدمين نشوف ارتقى بقدم حجل على نفس القدم بعد ذلك أخذ الخطوة الثانية باليسار بعد ذلك ارتقى بكلتا القدمين وقفز بكلتا القدمين شوف هنا الحجلة خطوة ثم القفز بكلتا القدمين ذكر ارتقاء ثم حجل على نفس القدم بعد ذلك خطوة بالقدم الأخرى بعد ذلك ارتقاء والتعلق باليدين ونشوف دفع جسمه للأمام حتى لا يسقط وتحسب المحاولة خاطئة أو تحسب من مسافة قريبة وأكيد تقل فرصة فوزة في المنافسة شوف كيف يتعلق في الهواء ويدفع جسمه للأمام مراجعة لدرسنا لهذا اليوم يتكون الوسم الثلاثي من ثلاث أو أربع قفزات أو أربع مراحل يا أبطال نشوف يتكون الوثب الثلاثي من ثلاث مراحل مثل ما قلنا حجل ثم خطوة، ثم بعد ذلك القفز في التراب. الفيديو المرفق هو لمهارة الوثب الثلاثي أم الطويل؟ أكيد إحنا قاعدين نشوف الخطوات ارتقاء حجل أكيد، بعد ذلك الخطوة الثانية اللي هي الخطوة، بعد ذلك القفز بكلتا القدمين، فالفيديو المرفق هو لمهارة الوثب الثلاثي، أحسنتم، الوثب الطويل يكون قفز مباشر اتجاه حفرة التراب. في الختام يا ابطال تذكر ان المهاره ليست بسيطه يجب عليك تعلم الخطوات الفنيه بشكل صحيح ربطها بالجانب القانوني وبعد ذلك تصل للمستوى العالي يا بطل. اتمنى انكم تكونوا استفدتم واستمتعتم معنا في درسنا لهذا اليوم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله.